السينامون رولز أو لفائف بالقرفة أو الدارسين، وقسم يسموها السينابون. هالمرة سويتها بالكارمل والبيكانز وحشيتها بزبدة المكسرات. سيبوها حتى تجربوها وتدعولي، لأن حقيقة طلعت تجنن. التحضير العجينة بكاسة خليت حليب ويكون دافي، وضفت له خميرة وشكر، وخليت لهم شوية من الفانيلا وبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، وضفت شوية من البيكنج باودر والملح. وآخر شي خليت الزبد والطحين وعجنتها، زيتت وجهها وغطيتها، وعفتها ترتاح مدة ساعة كاملة بمكان دافي. ورا ما اختمرت فتحتها وحشيتها بزبدة الجازة، وممكن استعمال أي نوع زبدة مكسرات ثانية أنتو تحبوه. وضفت له سكر التمر والدارسين، وممكن استخدام السكر العادي. لفيت العجينة على شكل رولة وقطعتها، وممكن تقطعوها بالحجم اللي يعجبكم. غطيتها وعفتها ترتاح مدة نص ساعة، وقبل الفرن دهنت وجهها بشوية حليب. شويتها في فرن محمي مسبقا مدة نص ساعة لدرجة حرارة 350 فهرنهايت. التحضير الكارمل بجدر موعد زبد، وضفت له سكر جوز الهند، وممكن استخدام أي نوع سكر ثاني. وضفت له العسل والحليب اللي ضايفت له خاشوقة من النشا، وظليت أخوطها مدة 10 دقائق تقريبا لحد ما ثخنت. طفيتها وضفت شوية من الفانيلا والبيكانز، وبس بالعافية.